أهلا بكم من جديد. دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون السبت ضباط الجيش إلى الوقوف بوجه المتآمرين على أمن لبنان في الداخل والخارج، وأضاف أنه رغم الظروف الاقتصادية القاسية يشعر الجميع أن الجيش ما زال الضمان الأكيد للاستقرار والوحدة الوطنية، لافتا إلى أن التزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية. وفي بيان للتهنئة بذكرى تأسيس الجيش، دعا عون اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية التي تشكل الأساس المتين لبناء لبنان. وجاءت هذه التصريحات بعد 3 أيام من اجتماع لقائد الجيش اللبناني مع قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن دكتور أحمد عجاج، الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك دكتور عجاج. ما الرسائل التي ضمنها ميشيل عون لخطابه في ذكرى تأسيس الجيش؟ يعني أنت تدري والجميع يدرون أن مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيدة التي هي يعلق عليها اللبنانيون الأمال. كل شيء في لبنان انهار ولم يتبقى إلا هذه المؤسسة. وطبعا رئيس الجمهورية وجه رسالة للجيش بمناسبة عيده السنوي، وبهذه الرسالة يعني أكد على الذي يعرفه كل اللبنانيون أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تضمن الأمن. يعني ليس يعني هناك لا يوجد ضمان للاقتصاد، لا يوجد ضمان للتجارة، إنما الأمن تضمنه هذه المؤسسة العسكرية. لكن هذه المؤسسة العسكرية على لسان قائدها في عام 2020 حتى في 2019 حذر الحكومة من أنه لا يمكن له أن يضمن يعني المؤسسة أن تقوم بكل أدوارها في ظل الضائقة المالية. والآن وصلت الضائقة المالية لهذه المؤسسة التي اضطرت يعني رئيس المؤسسة العسكرية أن يقوم بدور الدبلوماسي وليس العسكري. هو يجول دول العالم طالبا مساعدة الجيش، لأن ضباط الجيش وأفراد الجيش لا يحصلون على الأموال الكافية حتى لممارسة مهامهم. تصور أن جندي يريد أن يذهب من الشمال إلى الجنوب ولا يملك أجرة الطريق، وهناك كثير من الطلبات من الضباط داخل الجيش يطلبون فيها يعني بالتقاعد المبكر أو بإعطائهم فرصة 3 أشهر، وكذلك العديد يعني أفراد الجيش من أجل تدبير أمورهم، أي الحصول على رواتب أكثر. طيب، ولكن دكتور أحمد، إذا سمحت لي، يعني ما فائدة، قد يقول لك قائل، ما فائدة الأمن وما فائدة الجيش وحفظ الأمن إذا كان المواطن جائعا؟ لا يهتم، لن يهتم لا بأمن ولا بجيش، وكأنه دعم الجيش والأمن في لبنان هو لحفاظ الناس على هدوئهم وهم جائعون. طبعا يعني هو لا يمكن، يعني هناك أزمة في لبنان، وأن لا يكون هناك أمن فتصبح كارثة. يعني الأمن ضروري حتى لو كانت هناك أزمة، لأنه في ظل الأمن يمكنك أن تدبر الأمور، وهذا ما استطاع اللبنانيون أن يقوموا به، لأن هناك نوع من الأمن موجود، فيتعاونون ويتصلون بالمؤسسات المدنية ويقومون بالتظاهر ويقومون بالاحتجاجات. كل هذه الأمور متوفرة في ظل الجيش، وهذا يعطي شيء من الأمان، لأن هناك لبنانيون الآن يريدون من هذه المؤسسة أن تقوم بأدوار أخرى. لكن طبيعة لبنان الديمقراطية وتمرسه الديمقراطي يبقى الجيش في السكنات ومهمته أن يلتزم بأوامر السياسيين. لكن كما قلت لك، يعني الشيء الخطير هنا هو أن مؤسسة الجيش لم يعد لديها الأموال الكافية لإدارة يعني الأمن في البلاد، وهذا يعني مشكلة كبرى دفعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى الإسراع بمعالجة هذه المشكلة من خلال يعني توجيه الدعم العسكري لتلك المؤسسة والطلب من الدول الصديقة وبالتحديد الدول العربية مساعدتها حتى تتجاوز هذا القطوع الخطير الذي يعيشه لبنان. طيب، ميشيل عون يتحدث عن أعداء الداخل والخارج، وأنا استمعت إلى هذه العبارة في أكثر من بلد من قبل، لا أدري إذا كان بالإمكان أن تذكر لي أنت أين سمعت هذه العبارة. من يقصد بأعداء الداخل والخارج؟ يعني أعداء الداخل يعني لا أعرف من يقصدهم، لأنه لا أعتقد أن للمؤسسة العسكرية يعني أعداء، إنما قد يكون يقصد بذلك يعني داعش والإرهابيين والمتطرفين، وهذا دور قامت به مؤسسة الجيش سابقا واستطاعت يعني أن تضحط داعش وأن تهزمها، لكن حزب الله
منع المؤسسة العسكرية من محاصرة المتطرفين، وبالتالي استطاع حزب الله أن يهرب هؤلاء المتطرفين الدواعش بمصاطب كيف إلى سوريا، ومن هناك لا أحد يدري أين ذهبوا. قد يقصد رئيس الجمهورية هذا الأمر، أما الخارج فبالطبع فهناك العدو الإسرائيلي الذي هو لديه أطماع في لبنان ولديه مشكلة مع لبنان، سواء تتعلق في الحدود البحرية أو الحدود البرية في مزارع شبعة. وما عدا ذلك أعتقد أن مؤسسة الجيش ليس لها يعني أعداء غير إسرائيل، وليس لها أعداء داخليون سوى الذين يضرون بأمن لبنان واستقراره. طيب، يأتي هذا الحديث بعد أيام قليلة من لقاء قائد الجيش اللبناني مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، هل يشير ذلك إلى تنسيق ما، إلى ترتيب لحكم عسكري ربما قادم في لبنان؟ يعني كما قلت لك، المؤسسة الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في لبنان راسخة، يعني واللبنانيون يعني كما ترى أنت على شاشات التلفزة يعني ينتقدون بشدة وبكلمات لازعة يعني جدا الرئيس وغير الرئيس وكل يعني شخصية، ما عدا الذي يملك السلاح وهو يعني حزب الله. ومع ذلك يعني لا أعتقد أن الجيش اللبناني ولا قائد الجيش يريد أن يقوم بهذا الدور، لأن هذا الدور ليس من مهامه. ولو أن هناك قبولا يعني من الشعب اللبناني بأن يقوم الجيش يعني بنوع من العمل أو تأمين المرحلة الراهنة، لكن أعتقد أن الجيش لا يمكنه القيام بهذا الدور، وهو هش في هذه المناسبة، لأنه إذا ما أوكلت إليه هذه المهمة فإنه بالطبع سينهار، لأن الوضع في لبنان مختلف عن أي وضع عربي آخر.